ارتدت واجهات سوق جبيل التجاري حلة جديدة تمزج الماضي بالحاضر. وقد رعى رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان الاحتفال الرسمي والشعبي الذي أقامته بلدية جبيل لافتتاح مشروع الواجهات التي تم ترميمها بهبة من بنك بيبلوس. جبيل هي نموذج لما يجب أن تكون عليه المدن ولبنان حجراً وبشراً. ندعو التجار، تجار المدينة إلى مواكبة الحركة التجارية المعاصرة، وتبقى جبيل لؤلؤة على صدر المدن البحر المتوسط. وإن دعمنا لمشروع واجهات سوق جبيل التجاري يندرج في إطار التزام مجموعة بنك بيبلوس بمسؤوليتها الاجتماعية. سيساهم مشروع ترميم واجهات سوق جبيل التجاري في دعم أعمال حوالي 100 من أصحاب المحلات في السوق وتثبيت الأهالي في مدينتهم. بالفعل جبيل أحلى مع بنك بيبلوس.